السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة سوق العقارات اسكندرية شاطئ النخيل. بنقدم لحضراتكم النهاردة عرض جديد ومميز جدا، شاليه بمدخل خاص وحديقة خاصة بيه، مساحة 160 متر صافي، موقع مميز جدا بجوار الشارع العمومي، يصلح للسكن الدائم والمصيف والاستثمار في المستقبل. موقع عندي ما شاء الله موقع سكني فوق ممتاز، وموجود فيه عندي كل الخدمات داخل القرية. عندي هنا دي الواجهة، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ربنا يا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. قصادنا هنا موجود عندي الحديقة الخاصة بالشاليه، متقفلة عندي حديد بالكامل. وعلى يمنا هنا موجود عندنا الفرندا، مساحتها كبيرة ما شاء الله ممتازة، موجود فيها عندي كنب من الطوب الفرعوني، وعليها برضو عندي هنا حديد زيت أمان. قصاد مننا على طول موجود عندي هنا عدد الكهرباء الخاص بالوحدة بتاعتنا، ما شاء الله تبارك الله، تراس عندي أكتر من رائع. الشبكة عندي كلها عليها حديد زيت أمان. دي عندنا هنا الحديقة الخاصة بالشاليه، موجود عندي هنا شواية من الطوب الفرعوني، تصميم ما شاء الله عندي مميز جدا. ما شاء الله تبارك الله، دي كلها ملكية خاصة بالشاليه. بالنسبة للشاليه عندي مرتفع كمان هنا درجتين، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ربنا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. عندي هنا في البداية ريسبشن كبير ما شاء الله ومربع متشطب، عندي تشطيب كلاسيك، تشطيب هادي جدا. وصادنا على طول موجود عندي هنا مكتبة للشاشة مصممة عندي من الجبسون بورد، ريسبشن كبير ما شاء الله، متقسم عندنا تقسيم قطعتين. وصلنا هنا موجود عندي مطبخ امريكاني، والمطبخ عندي هنا مجهز. طول التوزيع بتدخلنا على غرف النوم والحمامات، متشطبة عندي كويس جدا ما شاء الله، بديكورات عندي هنا سي ان سي. على شمالنا موجودة عندي أول غرفة نوم، ممتازة وجميلة ما شاء الله، شباكها عندي هنا برضو عليه حديد زيت أمان، تشطيبة عندي أكتر من رائع. على يمنا هنا موجود عندي حمام الضيوف،
بعد منه مباشرة موجودة عندي هنا الحمام التاني والرئيسي، وبعد منه الشرطة الموجودة عندي الغرفة التانية، تشطيب كله عندي ما شاء الله فوق الممتاز. الغرفة دي عندي هنا بتبص على الجاردن، الحديقة الخاصة بالشاليه. بجوار منها مباشرة موجودة عندي هنا الغرفة الثالثة، شباكها برضو عندي هنا عليها حديد زي تمام. روت ريسبشن عندنا هنا من زاوية تانية، ممتاز جميل جدا جدا ما شاء الله. وبكده العرض بتاعنا يكون قد اكتمل، ونتكلم مع بعض على تفاصيل وحدتنا بالكامل. بسم الله الرحمن الرحيم. عرضنا النهاردة من قناة سول عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل شريف، موقع مميز جدا بجوار الشارع العمومي، يصلح للمسكن والمصيف والاستثمار في المستقبل، مسجل في جمعية 6 أكتوبر التعاونية البناء والسكان والتعمير، وكمان العدادات كهرباء ومياه زي ما احنا عارفين من السلم آخر فواتير بتاريخ اليوم. المساحة الإجمالية للشاليه 160 متر صافي، السعر 880,000 جنيه كاش، السعر بالدولار 18,000 دولار. ما شاء الله أرضنا كويس ومميز جدا جدا، وربنا يا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. نشوفكم إن شاء الله على خير في شقة جديدة وعرض جديد وعقار جديد مع قناة سول عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل.